مشاهدينا، هل جربتم أن تتناولون طعامكم وأنتم معصوبين الأعين؟ هذه التجربة حظي بها مرتادو مطعم محلي في العاصمة الأردنية عمان، حيث طلب منهم وضع عصابات على العينين أثناء تناول وجباتهم، ووجد الزوار صعوبة في فتح الأبواب والعثور على مقاعد لا يستطيعون رؤيتها، فضلا عن صب الشاي الساخن وتقطيع الطعام على الأطباق. كانت فكرة وضع عصابات على الأعين ضمن مبادرة ليوم واحد نظمتها منظمة اللوياك غير الربحية، وتعمل من أجل التنمية الشاملة للشباب، وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي حول الصعوبات التي يواجهها ضعاف البصر والمكفوفون. طبعا هذه التجربة وليد أعتقد ستنقل قيمة كبيرة لمرتادين هذا المطعم، وتخليهم يفكرون بطريقة مختلفة ويحسون بفئة ممكن ما مروا عليهم. بالتأكيد مناير، فعلا العملية صعبة لكن إحساسها كبير.